السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الكل بخير ان شاء الله. فيديو النهاردة هنتكلم عن الناس اللي عندها صفحات على الفيسبوك، سواء صفحات عامة او صفحات خاصة، ازاي من خلاله، خاصة لو عندهم طبعا عدد كبير من المتابعين والمشتركين على الصفحات دي، في زيادة المشاهدات والاشتراكات والارباح على فيديوهاتهم على اليوتيوب من خلال موقع اختصار الروابط ومن خلال الإعلان الممول على الفيسبوك. طيب نبتدي بأول حاجة، وهي إزاي أعمل اختصار لرابط أي فيديو عندي وشاركه سواء على صفحتي الخاصة أو على الصفحة العامة بتاعتي. طيب هل لو أنا شاركت الفيديو بتاعي على طول على أي صفحة عندي من غير ما أعمل اختصار للرابط، هل المشاهدات اللي بتيجي على الفيديو ده أو الأرباح مش هتتحسب؟ لا هتتحسب. هي القصة كلها إن أنا عايز اللي يخش على الفيديو بتاعي كمان يقدر يشترك او ان هو يحط لايك على الفيديو بتاعي، فانا هنا لازم احتاج لموقع لاختصار الروابط. وعشان الكلام يبقى واضح معانا يلا نبتدي بقى على طول. اهلا مفتش كولومبو مستر محمد يا ابني، عشان يعرف مين بيشاهد الفيديوهات من غير ما يشترك ومين بيشاهد من غير ما يحط لايك، وانا عرفت شوية منكم وهقول عليهم في اخر الفيديو لو ما لحقوش يشتركوا او يحطوا لايك. هروح للفيديو بتاعي وبعدين اخد الرابط، بعد كده هروح على الموقع الصيني اللي هو بيكسي اللي بيظهر للناس اول ما يفتحوه بالطريقة دي، وبيقولك مش عارفين نتعامل معاه. بكل بساطة خالص، لو انت فاتح من الكمبيوتر او من التليفون كل اللي انت هتعمله هتعمل ترجمة الى العربية، هتلاقي الموقع اتحول معاك للغة العربية وتقدر تتعامل عليه بكل بساطة. كل اللي هنعمله بقى الرابط اللي احنا خدناه هنيجي هنا في الشريط ده كده ونضغط ونقول له لصق. بعد كده هلاقي الصفحة دي اتفتحت معايا، كل اللي انا هعمله هنسخ الرابط بقى اللي اتحول معايا واختصر عشان اخده وانشره على صفحة الفيسبوك بتاعتي، لاما من هنا او من هنا، النتيجة واحدة. هنا هو بيقول لي نسخ عنوان المختصر وهنا اليو ار ال برضو المختصر، فبضغط كده بيقول لي خلاص تم النسخ. كل اللي هعمله هقوم رايح بقى على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، سواء صفحة شخصية او صفحة عامة. فتحت الصفحة بتاعتي على الفيسبوك وبعدين بروح على كلمة انشاء منشور وبضغط عليها، وبعدين باجي هنا اقوم ضاغط على كلمة لصق. كده بقى انا حطيت الرابط بتاعي بعد ما عملت له عملية اختصار عن طريق موقع بيكسي، بيقوم ظاهر معايا بقى بالشكل ده. ادي الصورة المصغرة بتاعت الفيديو بتاعي وكل حاجة. اقدر بقى اكتب اي كلمتين على الفيديو بتاعي قبل ما انشره، مش عايز مفيش مشكلة، عايز امسح الرابط اللي ظهر ده كده عادي برضو، وبعدين اقوم ضاغط على كلمة نشر. هلاقي اهو ظهر معايا خلاص على الصفحة بتاعتي، سواء زي ما قلت لو انت عندك صفحة خاصة او صفحة عامة بتعمل الموضوع ده. وكل القصة ليه؟ عشان لما حد يضغط عليه، يعني انا لو ضغطت كده اهو هلاقيه فتح معايا اهو، عشان اقدر بقى احط لايك واشترك في القناة لو انا مش مشترك، يبقى هي دي فايدة تحويل الرابط معايا. واحنا بقى على الصفحة هنا ازاي ابتدي اعمل اعلان ممول على الفيسبوك، ونفس الكلام اللي قلناه على الاعلان ممول على اليوتيوب، الساعات اللي بتيجي من الاعلان الممول ده مش بتتحسب. كل برضو اللي انا هستفاده ان انا بعمل ترويج للقناة عشان مشتركين جداد يدخلوا عندي على القناة ويبتدوا بقى يشتركوا والتفاعل يزيد عندي، ويشوفوا فيديوهات قديمة جديدة، ويبتدي المشاهدات والارباح عندي تزيد لما يشوفوا الفيديوهات اللي موجودة عندي على القناة. بس طبعا الاعلان الممول على الفيسبوك بيبقى محتاج ان انا يكون عندي صفحة عامة مش صفحة شخصية. يعني لو افترض الفيديو دوت انا عايز اعمله ترويج، باجي عند الكلمة اللي تحت الفيديو اللي ظهر دي ترويج منشور وبضغط عليها، بتتفتح معايا صفحة زي دي. من خلال الاعدادات اللي موجودة احدد انا عايز ايه الغرض بتاعي من الاعلان، وعايز ايه برضو الدول اللي انا استهدفها. فاول حاجة خالص الموجودة الهدف، ما النتائج التي تريد تحقيقها من هذا الاعلان. انا عشان كان الاعدادات معمولة من قبل كده، فانا لو ضغطت على كلمة تغيير مثلا لو هعمل لاول مرة، بتبتدي تشوف الاختيارات اللي موجودة هنا وبناء عليها بتحدد الهدف بتاعك من الاعلان. يعني انا مثلا عايز اجذب مزيد من الزوار الى موقع الويب، الموقع الويب المخصوص بيه هنا اليو ار ال بتاع القناة بتاعتي. انا عايز ناس تخش وتضغط على اليو ار ال ده او الموقع ده اللي هو قناتي طبعا عشان يخشوا ويشتركوا. حد تاني يبقى عايز الهدف من الاعلان الممول اللي بيعمله على الفيسبوك ان هو يتعرض على ناس
من المرجح ان هم يتفاعلوا ويعلقوا ويشاركوا المنشور بتاعك. يبقى بناء على الهدف بتاعك من الاعلان بتحدد اختيار من دول. تمام، نيجي بعد كده للزر ده خاص بان انت لو انت مثلا عايز تضيف ان الناس تبعت لك رسالة على الماسنجر، تبعت لك رسالة على الواتس، بتضيف الحاجات دي عندك خالص في اعدادات الصفحة العامة بتاعتك. دي برضو يعني كل واحد وعلى حسب ما هو عايز. فئة اعلانية خاصة دي بقفلها زي ما هي، لان احنا بنعمل دلوقتي ترويج يعتبر لفيديو على اليوتيوب. تطبيقات المراسلة دي برضو زي ما انت بتحب بتحددها للناس تتواصل معاك. نيجي بقى للفيديو بتاع اللي انا هعمله الترويج، الجمهور، من يجب ان يشاهد اعلانك. هنا بقى ده تفاصيل الجمهور اللي انا كنت محدده، سواء الاعمار او المواقع. تقدر انت بقى لو هنفترض ان انا لسه هعمل الموضوع ده من اول وجديد، هضغط على انشاء جمهور جديد، وبعدين ابتدي احط اسم لي الجمهور بتاعي، وابتدي احدد الاعمار. انا عايز الاعلان بتاعي يروح لناس من بداية عمري كام لغاية كام، من بداية 18 لغاية اكتر من 65. عايز اقلل الاعمار، كل واحد على حسب ما هو عايزه. بعد كده المواقع، ببتدي هنا بقى احدد البلاد اللي انا عايز الاعلان بتاعي يظهر فيها. نفس القصة برضو زي الاعلان الممول على اليوتيوب، ابتدي اكتب بعض الدول العربية اللي انا عايز استهدفها من خلال الاعلان بتاعي. بعدها بيجي استهداف تفصيلي، اضغط على كلمة تصفح، وابتدي برضو احدد الجمهور بتاعي بناء على البيانات الديموغرافية، اهتماماتهم، سلوكياتهم، مزيد من الفئات. نفس القصة بالظبط زي الاعلان الممول على اليوتيوب، اشوف المحتوى بتاعي مناسب لايه من الفئات دي وابتدي اختارها. يعني انا قناة تعليمية، ابتدي اضغط على تعليمي، المستوى التعليمي، اشوف فيها ايه. لو انا حاجة من دي عايز استهدفها بستهدفها، وهكذا بقى في كل الاهتمامات. لو حد مثلا المحتوى بتاعه رياضي، تكنولوجي، مأكولات ومشروبات، للناس اللي عايزة تعمل اعلان ممول يكون محتوى القناة بتاعها طبخ، برضو تقدر تستهدف الجمهور بناء على اهتماماتهم، وهكذا بقى في السلوكيات او المزيد من الفئات. يبقى دي كده طريقة انشاء الجمهور بتاعي اللي انا عايز الاعلان بتاعي استهدفه بيه. بعد كده بنيجي للمدة بتاعه الاعلان بتاعي، ابتدي احددها بقى، عايزة 4 ايام، 5 ايام، اسبوع، زي ما انا عايز. بس عشان الحملة تجيب نتيجتها وخاصة على الفيسبوك ما يقلش عن 4 ايام. يعني انا لو حبيت كده خليتها مثلا يومين، اهو بيقول لي عادة ما تحقق الاعلانات التي يتم تشغيلها لمدة 4 ايام على الاقل نتائج افضل. يعني يومين هتشتغل بس مش هتجيب النتائج اللي انت مستنيها. يبقى اقل حاجة معانا كمدة للحملة تبقى 4 ايام. وبعدين ابتدي بقى احدد المبلغ اللي انا عايز اعمل بيه الحملة بتاعتي، وبناء على المبلغ بيتم تحديد عدد الاشخاص اللي ممكن يتم الوصول اليهم. يعني هنا وهي 110 بيقول لي عدد الاشخاص تقديريا اللي هيتم الوصول اليهم في اليوم من 984 الى 2800 شخص. وطبعا الرقم ده كمان اتحدد بناء على الدول اللي انا دخلتها في الجمهور بتاعي. فابتدي بقى هنا لو انا مش عايز مثلا اخليها 110، بضغط على علامة القلم واكتب مثلا عايزها ب50 اهو. فقال لي الحد الادنى للميزانية هو بيكون 15 جنيه اليوم، لذلك يجب تعيين ميزانيتك ل 63 جنيه على الاقل. يعني انا عشان اعمل حملة لمدة 4 ايام لازم تكون الميزانية بتاعتها اجماليها ما يقلش عن 63 جنيه. يعني انا لو جيت هنا كده وكتبت 65 جنيه هلاقي الحملة خلاص تمام هتشتغل معايا، بس هيبقى العدد اللي هيوصل الاعلان ليه من 577 شخص الى 1700. يبقى اجمالي الحملة كتكلفة بيحدد لك عدد الاشخاص التقديري اللي هيتم الوصول اليهم. بعد كده المواضع، ده لو انت عايز الاعلان بتاعك كمان يظهر على الانستجرام بتعلم عليهم، مش عايز بتشيل العلامة زي ما انت عايز براحتك. بعد كده بتروح على طريقة الدفع وبتدخل وسيلة الدفع بتاعتك اللي هي بيانات الفيزا، وتقدر بقى لو انت ما عندكش برضو فيزة انترنت او فيزا بنكية، من خلال فودافون كاش برضو بتقدر تدخل البيانات بتاعتك. ولو نفترض ان مفيش بيانات موجودة، هضغط على كلمة تغيير وابتدي بقى ادخل ايه البيانات بتاعتي، اضافة طريقة دفع، بطاقة ائتمان او خصم بعلم عليها، واضغط على كلمة التالي. هبتدي بقى ادخل الاسم اللي موجود على البطاقة و16 رقم والتاريخ الانتهاء ورمز الامان، واقوم ضاغط على كلمة حفظ. يبقى انا كده دخلت البيانات الخاصة بالفيزا بتاعتي، سواء فيزا بنكية او فيزا افتراضية من خلال فودافون كاش. بعد ما بخلص بقى الخطوة دي يبقى انا كده خلاص الحملة بتاعتي جاهزة. هنا بيقول له
النتائج اليومية التقديرية، الأشخاص من 577 ل 1700، ملخص عمليات الدفع، سيتم تشغيل إعلانك لمدة 4 أيام، إجمالي الميزانية بتاعتك هيكون 65 جنيه، وبعد كده أقوم ضاغط على كلمة ترويج المنشور الآن، يبقى الحملة بعدها بتتراجع، ولما بيتوافق عليها تبتدي تشتغل لمدة الأربع أيام بتوعي. يبقى كده ده برضو ملخص لموضوع إزاي أعمل إعلان ممول أو ترويج على الفيسبوك لفيديوهاتي على اليوتيوب. عامة أنا عرفت مين اللي محطش لايك. لو أنتوا معرفتوش تابعوني الحلقة جاية وأنتوا تعرفوا. وبالتوفيق للجميع، وكالعادة في الختام بصلي على سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.